من الفرعون العاشق إلى السلام عليكم. أنا جاي النهاردة أحذر كل واحد مسؤول في جامعة عين شمس قسم اللغة الشرقية، أحذركم وبقول لكم خلي بالكم. ليه؟ عشان عندي امتحان بعد بكرة، امتحان تاريخ، انت عارفين يعني ايه تاريخ، وما ذاكرتش حاجة ومش هذاك. حذركم ده لو ما نجحتش، ده لو ما نجحتش مش مسؤول على اللي هيحصل. انت عارفين اللي ممكن يحصل، انا لو ما نجحتش انا مش مسؤول. داعش بقى ما داعش، قنبلة تفرقع في دكتور بديعة تموتها ونخلص منها، ما مش مسؤول. ثانية عشان مش تجي ضاعك، انا مش مسؤول عن عن التاريخ. يجي سهل هو مش عارف اجاوب برضه، بس يجي سهل عشان لما يجي سهل انا ما اعرف اغش، لما يجيش صعب ما اعرفش اغش، اغش من الناس مش عارفه تجاوب ازاي يعني. الامتحان يجي سهل ولو ما عرفتش احل برضه لازم انجح. ليه بقى؟ عشان انا لو ما نجحتش مش مسؤول على نفسي. بحذر كل الدكاترة اللي عندنا في القسم، امتحانات لو ما جاتش سهلة ولو ما نجحت، لو ما نجحتناش السنة دي بس تعرفين امتحان يجي سهل وانا لازم انجح وكفى الله المؤمنين شر القتال.